طبعا زي ما انتم شايفين هاي الكاميرا هي كاميرا متحركه بتلف مع تحركاتنا وين بنكون، هي بتلف وبتصور فينا. هاي الكاميرا على سياج المستوطنه. يسعد مساكم، انا راح اقول لكم احنا اليوم وين ومع مين. احنا اليوم مع مدارس الحجاز الاهليه، احنا اليوم في نشاط ملاصق في قطعه ارض ملاصقه لمستوطنه دانيال، ملاصق لسياج المستوطنه. احنا تحت عيون المستوطنين وكاميرات المستوطنين بتصور فينا. اليوم مع مدارس الحجاز راح نزرع هاي قطعه الارض بالاصناف اللوزيات. المزارع بيعاني من صعوبه شديده للوصول لهي الارض. أنا المزارع موسى أحمد صلاح. إحنا بنقدم شكر لمدارس الحجاز الأهلية والجمعية العربية، وإحنا جنب مستوطنة دانيال مباشرة. بالرغم من المضايقات اللي بيسوونا إياها والكلك والأذى والإشي، بالرغم من هذا الموضوع إحنا بنيجي على الأرض وبنحرث وبنزرع، بنزرع زيتون بنزرع عنب وبنزرع كل شيء. احنا تواجدنا فيها بثبتنا فيها، واحنا شوكة في حلف المحتلين. اذا احنا ما جيناش الارض بتروح.